شو بتصير؟ ما بعرف، فجأة حسيت بتعب. خير، شو صار لك؟ ما بعرف، ضغطي شوي. طيب يلا قومي 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 ارتاحي، بدي كمل الجري. هلا بلا جري بلا بطيخ، قومي امشي. ماما خديني معك. ماما ما بطول حبيبتي. ولوين هالمشوار؟ رايحين انا وخالته حنان على السوق. طيب خدوني معكم. ما بدنا ناخذ حدا معنا. كيفك؟ باي. تعالوا تعالوا خلينا ندرس. ندوش تقبريني، ديري بالك. طبعا انتوا على السوق والشقه علي. هلا انا الشقه؟ لا خالته مالك شقه، انا وانتي بالشقه سوا. يلا عني. مبروك مدام، الحمل ايجار. شو رأيك نفوت من الحديقة؟ مو أقرأ؟ تمام. شو صار لي؟ ما بعرف. يلا خلينا نمشي، تأخرنا. ماما اسماعيل، صارت الساعة 7. فايق مي فايق، سوا حنرجعوا؟ ايه رجعوا، دخلوا فورا على اوضة البنات. طيب شو بده يصير يعني؟ نحن اتفقنا ما نجيب اولاد قبل 5 سنين. يا ستي غلط وصار. احلى غلط. واو، بده يصير عنا بيبي صغير؟ ما رح يفهم الموضوع هيك. حنان لا تخافي، كلنا معك. بعدين هذا حقك الطبيعي، لأمتى بدك تضلي مستنية؟ لحتى يصير عنا بيت على القليلة. ليه بقى؟ انهضت رأيي ولا ايه؟ لا طبعا، طبعا. 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 لك علي شو عم تتغمزوا؟ شغلة بيناتنا ماما. شبكي ما طلع معك الحكي؟ ما بعرف. شو هيك اندقل على أمه بيتصرف؟ لا ما خلص خلص، هلأ أنا بقله. ديري بالك تنزلي تسترشي. تعي معي تعي. بابا شو هون دول؟ ما بعرف، علمي علمك شغلات نسوان. شو رايك نعمل مشروع رجالي؟ ايه بس لا تخلص الحلقه. كيف حالكم؟ جيت وقتها. خير؟ شنطة؟ مرحبا سعيد. أهلي أهلي حكيم. فوت فوت فوت، عودوا أنت أخوك جوا. يلا هلا تخلص حلقة فوت لعندكم. يلا فوت. غريب، من أنت بتعمل مسلسلات؟ هي أعراض التقاعد لك بابا. وين أمي والبنات؟ اجتماع نسائي طارئ. بغضب عليكي اذا بتنزلي، هذا رزقه من عند الله. انا رح اقدر، بدي اخذ البشاره كمان. لحظه ماما، خلينا نتفاهم.
بحكي بعده هيك. حمقول شو مخبيه. هذا خبر بيتخبى. كل هاد فرحانين بجاية علاء؟ هات لي بشارة. بشارة شو؟ لك حنان حامل. حامل؟ عن جد برد أخي؟ ما شاء الله ما شاء الله. مبروك بنتي مبروك. مبروك حبيبي. مبروك يا ابني. إن شاء الله ألف مبروك. مرحبا حكيم، أنا الدكتور علاء. كيف الصحة؟ يخلي لي إياك يا رب. بالله بدي أسألك، اليوم مرقت لعندك واحدة ست اسمها حنان؟ إيه مرت أخي إسماعيل. والحمل مؤكد؟ تأكد لي الله يخليك. إيه حكيم، أكيد؟ شكرا كثير لك. يخلي لي إياك، الله معك، مع السلامة. اسماعيل حكيت لك مع الدكتور، قال الحمل مؤكد والف مبروك ان شاء الله. لا لا تعمل هيك، طول بالك، لا تجن، فكر على مهلك. الله معك، مع السلامه، تصبح على خير. خيرك؟ صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا رب قوم لي حنان بالسلامة يا رب. خليني أشوف ابنها قبل ما أموت. احفظه يا رب واحفظ ولادي من كل مكروه يا رب. شو بدك تشرب القهوه؟ لا معلش شربك. راح على الكلية وما استناني وما شرب قهوته. طول الليل ما حكى معي ولا كلمة. والقصد؟ أنا بعرف قصده، زوجي بعرفه. عن جد مرت عمو حامل؟ واو. إيه. وليش كتير مبسوطة؟ لأنه ما عنا ولا ولد صغير بالعيلة. يا إيش رح يتدلل. خير شو بكي؟ خدي حكي مع ندى. ألو أهلين ندوس. عن جد؟ إن شاء الله ألف مبروك. سعيد ده ينبسط كتير. الله يبارك فيكي، بس ما عرفت على جو.
بلا عنجد طب ألف مبروك. وأنا كنت مفكر أنه مرتخي ما بتجيب أولاد. لا جازوا حالكم المسا بروح كلياتنا لعندهم. لازمك شيء؟ طبعا راح جيب هدية. معقولة؟ طيب الله يسلمك. كم مرة قلت لك صباب مو بركاب؟ كم مرة؟ كنت كيف بدك تتجوز وتجيب اولاد؟ جبت اولاد سهلة معلم. ايه بس تربيتهم صعبة. على زماننا ما كان فيها شيء، نحن كنا قوايل، بس انتوا مساكين. لا معلش. لك فيكي واقفه انت عم تدرسي 5 ساعات كل يوم؟ لسه بكير، الحمل بأول. يا أوله ولا بآخره؟ نحن كتار، انت بس ارتاحي. ايه انا صدقت على الله، شوفوا لا تسمعي. خلص بأمرك، تفضل. انتي معقدة. قالت لك لا تشتغلي، خلص لا تشتغلي. اي والله جاي على بالي اتجوز واحمل واتدلل. لك اتدللي شبكي؟ اتدلل؟ يا حسرتي، اللي لازم دللني صاير ما عم يقعد بالبيت. خير طبعا خير، ما في شيء يعني، بس مو جاي على بالي ارجع على البيت. لك انا بفوت البيت البيجامه نظيفه لك بالخزانه قبل ما احضر الغداء. ليش هدول؟ للصغير. لسه بكير ماما. لا ما له بكير ماما، رح ضل جيب له هدايا لحتى يجي. لحاب ايده اخي، وضعه تعبان وما خرج يجيب له هدايا. مو بس هيك بابا، هذا اول ولد صغير عنا بالعيله. ياي رح يطير عقلي. يلا يلا. لك يا اهلين وسهلين. اهلين اهلين سعدو. يا هلا ابو سعيد، والله يا مرت اخي فرحت لك بجوات قلبي. تسلم، الله يخليك يا ابو ماجد. سعيد بغرانك لشي 20 سنة. لك هي الماما متنشطة. صار لي 37 سنة وأنا عم بستنى هاليوم. من يوم ما جبت إسماعيل وأنا عم أحلم جوزه وشيل ابنه على إيدي قبل ما أموت. هلا هي بس إسماعيل؟ لا ماما كلكم. طبعا كلكم لك حبيبي. لك شوف بابا، الأم والأب دائما بيحبوا يشوفوا أولادهم وأولاد أولادهم ويطمنوا عليهم قبل ما يموتوا. بعد عمر طويل إن شاء الله. هلا شو قلبتولنا اياها غام؟ حنان. شو رح تسموه؟ لسه ما بنعرف صبي ولا بنت. لا لا ان شاء الله صبي. لا بنت وبدهم يسموها ندى. لك صحيح وينه اخي اسماعيل؟ عنده شغل ضروري. مزبوط لحاب ايده، لازم يسعى لانه بتعرفي صار ابو عيال هلا. لأمتى رح تضل هي؟ والله ماني عرفان. يعني لأمتى رح تضل هربان؟ ماني عرفان شو الدليل لحنان. لهالدرجة الموضوع صعب؟ كتير، خاصة بيني وبين حنان. حنان عندها هلا إحساس إنه
انه هي يعني خالفت اتفاقنا، وانا شخصيا ما بديها تشعر بالذنب. طيب وين المشكله؟ وبنفس الوقت ما في امكانيه نربي ولد، وما لنا مستعدين انه نجيبه. انت معقده. هي معقده. خير ماما، ليش لهلا سهرانة؟ استنيتك. خير. ليش لهلا؟ ما في شيء، عندي شوية شغل وبعدين طريق مريت شوي لعند علاء. وما بدك تشوف حنان وزعلان منها؟ لا أنا مالي زعلان. لا تكذب. شوفي أمي خير. شوف هالولد اللي ببطن حنان مو بس إلك، هذا إلنا كلنا، هذه الروح بني آدم وما حك تفكر تنزله. مالك شايف قديش فرحانين فيه؟ أمي هذا الحديث مو وقته هلا. لا هلا وقته. أنت عاقل وبتفهم بالأصول، لا تخليني أزعل منك. وإذا شايفه مشكلة كبيرة أنا مسؤولة عنه وعن تربيته، لا تحمل همه أبدا. أنا ما بدي حدا يربي لي ابني. انت مزودها شوي. لا لي مزودها ولا لي معقدة، بس الواحد لازم يكون في عنده بيت حتى لو كانوا قطين صغار لحتى يقدر يجيب ولد، ما هيك؟ بالعكس، وجود امك واخواتك حواليكم بيساعدكم كثير. اخي بيتنا وبتعرفه. لك يا رجل، يا رجل بكل اوضه في اثنين ثلاثه، صدقني عم يتفشكلوا ببعض. طيب المره حملت؟ واذا حملت؟ والله ما بعرف، يعني عم بسمعك عم لاقيك معك حق، وحتما امك واخواتك كمان معهم حق. اصلا هون المشكله، الكل معه حق، بس اللي بده يجي شو ذنبه؟ مو من حقه انه يجي ويعيش بشكل طبيعي مثله مثل اي بني ادم؟ صايرين ما عم شوفكم مع بعض إلا بالمناسبات. مرحبا. سلامات. مرحبا. كيفك دكتور؟ والله الحمد لله. كيفك انت؟ كيف عدنان دخيلك؟ بيسلم عليك، لو بنعرفكم بدكم عزيمة كنا عزمناكم. والله حقك علي، بس يعني شوفت عينك ما في وقت. طيب عن إذنكم. الله معك، سلمي. طيب. على عدنان كثير. الله يسلمك. باي حلم. باي. مع السلامة. خير؟ طبعا خير، حبيت اني اشوفك واعزمك. شو ذكرتني بايام الحب. مو بكير شوي على الدياره؟ لا بكير ولا شيء، بكره ما بتشوفي غير الوقت مرق. ماما ما عاد حدا خيط الدياره، كله عم يشتري جاهز. صار لي زمان ما خيطت. انتوا اشتروا جاهز وانا رح افصل ديارة ومنشوف ديارة مين احلى. اكيد ديارتك ماما. طبعا. ليش انا بدي من هذا الفستان؟ لعيونك واحلى فستان. وانتي شو قاعدة عم تساوي هون؟ اكيد نقفتي راسها لتيتي. عم ساعد لتيتي. تركيا يا عم الخياطة. ايوه
طلعتي وسمعتي تتغدوا برا؟ ايه بالهنا ان شاء الله، تذكرونا. باي. بعرف انه مو قصدك، وبعرف انه الموضوع صار بالغلط، بس كمان الغلط ممكن يتصل. شو قصدك؟ حنان فهميني، نحن صرنا حاكين بالموضوع أكثر من 10 مرات. أنا بدي ولد، بس ما بدي يجي ونحن عايشين مع أهلي بأوضة واحدة. بعرف البيت صغير وزحمة، وأنت مالك متهيئ نفسيا للموضوع، وأنا مثلك ما بدي ولد هلا، بس صار، وهلا هو كل يوم عم يكبر جواتي. مشان هيك لازم نحسم الموضوع. شو رأيك؟ أنا تارك الموضوع لإلك. أنا ما بحب هالديمقراطية، بدي كلام واضح وصريح. بدك إياه بخلي، ما بدك إياه من بكرة بروح بنزله. لا لا لا، هذا الموضوع بإيدك حنان، أنت قرري. أهلين حنان. أهلين هلا. بعرفك الدكتور محمد زميلي وفاطمة. يا أهلا. مرت الدكتور إسماعيل. إيه نعم. مرحبا. أهلا وسهلا. تعطي الرشيد لمريض الغرفة 107. نعطي انتبهيتي؟ أبدا، بتقطعوا عنه كل المضادات. بالإذن حكيم. مع السلامة دكتور. خبصة سعيدة مدام. شكرا. خير؟ بدي أشوف إمكانية تنزيل الولد. قصدك إسماعيل بده إياك تنزلي الولد؟ مو مهم مين اللي بده. لا مهم. أنا جاي أعمل فحوصات، وبدي إياك تشوف لي طبيب نسائي شاطر. أنا بلاقي طولي بالك وتفكري بالموضوع على مهلك. أنا حكيت مع إسماعيل ومثل ما فهمت منه إنه أبداً ما عنده مانع يبقى الولد. بس هو مانه متحمس. مو مهم، بس يجي الولد بيتحمس ويمشي حاله، والمهم بوضعك النفسي هاد إنك ما لازم تنزلي الولد أبداً. احسمي الموضوع من جواتك، وموضوع الدكتور والعملية تركي لي أنا. سخيرات عمو. شو خير؟ وين الدكتور؟ وعد رفقاته بالأهل. كنت محضر حالي اغلبه وشي برتية الطاولة. اجري للمساء. حنان تعيش. ها شوفي، وهي الطاقية ما احلاها. حلو كتير مرت عمي، سلم ايديك. الله يسلمك. لا مو حلو، شو هالموديل؟ الديارة كمان بدها موديل. يا ماما، هذا نفسه اللي فصلتيه بزمانك لأبوه من 37 سنة. والديارة هي ما تغيرت، انداء وفستان وطاقية. لا تغيرت، خليني جيب لك كتالوجات وأنا بصمم لك. ندى حبيبتي لا تلعي قلبك، ماما مصممة. مرت عمي مو بكير على الديارة؟ لا مو بكير. بصراحة أنا بدي نزل الولد. شو؟ نزليه؟ معقول؟ أنا بعرف أكيد هي أفكار إسماعيل. مو على كيفه، بغضب عليه طول أمري. لا إسماعيل ما له علاقة، هذا قراري أنا. شوفوا ما بتتركوها ولا لحظة، إذا بتنزل الولد أنا بترك البيت وبتفش. ارتاحي شوي، خلينا نشوف شو القصة. مش خليك هون، بدي اشوفها لحالي. حنان راحت لعند اهلها. لحقت تطلع؟ ما بعرف، طلعت من عندكم وقالت لي انه رايحه لبيت اهلها وراح تنام عندهم. يا بابا ليش خليتها تطلع؟ شو بعرفني أنا؟ فتحت الباب ومشيت. أحد أئمة العلم واللغة والشعر والسيد بابا الله يخليك، حكي مع عمو إسماعيل. لك بدي جبتي أحكي معه؟ قل له عيب عليك تنزل ولا؟ هلأ مو أنت الكبير؟
خلاص ديانا تركي أبوكي. لا مو خلاص، أنا بدي روح لعندهم وأحكي معه. حبيبتي هاي شغلات خاصة، أنت ما دخلك. لا مو شغلات خاصة. لك حبيبتي عمك ما بيسمع لحدا. بس يا ريت يا هنا أنت تشوفيها لمرتخي، قولي لي إذا شغلت مصاري أنا جاهز. أنا مالي علاقة، أنت أحكي مع أخوك. أنا بدي أقول له. ماما انا رايحه معك. ايه شو عليه؟ قلت لكم لا تتركوها ولا لحظه. لا ماما بنراقبها يعني نطلع معها مرافقه كل يومين بعدين اخوكي بيقتنع وكل شيء بيصير طبيعي. ومدرستها اخذ لها اذن؟ صح انا من رايي ماما ما لازم نتركها ولا دقيقه. يلا طالما ما عنده مانع ليش بدك تنزلي؟ ماما نحن وضعنا صعب وعايشين بغرفه ببيت اهله ولسه ما زبطنا حالنا لهلا. طبعا من كبر راس جوزك. بابا مشان الله اذا بدك تحكي على اسماعيل هلا بقوم برجع على بيتي. ايه بالاول خلي يصير عندك بيت. طولي بالك ماما، هلا انت ضروري تزعجها بسبب كلامك اللي مثل لسه صار لست اشهر ما اجت زارت عنا. خلص ماما عادي حبيبتي عادي. وانا رايح. ابقوا خططوا على كيفكم، بس ويني اسماعيل اللي اول مره معه حق، لا تجيبوا ولد لا يصير عندكم بيت. اهلين وسهلين ام سعيد. اهلين اهلين. مرحبا خالد. اهلين اهلين. يا اهلا وسهلا تفضلوا. اخي هي اجت من حالة لعندك وقالت لك بدي انزل الولد، انت ضروري تعمل مصلح اجتماعي. انا حكيت رايي كطبيب. وانت يعني ما بتعرف ظروفي؟ بلا بعرفها، بس انت كان لازم تفكر شوي وتحسب الموضوع من جواتك. اخي انا حاسمه خالص منتهي، بس ما بدي اضغط عليها وامرها. لا انت مو حاسمه، انت بدك تحمل المسؤوليه كلها وتعمل حالك ما عندك خبر، وهذا الاسلوب مانه منيح لانه مو من طبعك اصلا. والله ما بعرف، والله ما تعرف شيء من شيء. منين جتنا هالمشكلة هلا كمان؟ لو تعقني عمك. المهم أنت تقتنع حكيم. شبنا اللي بده يتجوز بده يجيب أولاد. والولد بتجي رزقته معه. اللي للدكتور. ابني خلوه علي. يا ماما اسمعي ما له علاقة. هذا قراري أنا. لا يا ستي مو قرارك، أنا بعرفك منيح. أنت كأنك عم تطلبي منا أنه نتدخل، ونحن رح نتدخل وما رح نسمح لك تنزلي. الله يرضى عليك يا سهى، والله لو اخواتك ما بيحبوك اكثر من هيك. حنان مو بس اختنا وكنتنا ورفيقتنا كمان، وان شاء الله عن قريب بدها تصير ام ابننا. خلص لك توكلي على الله، وبكره بس يجي بتشوفي قديش رح تحبي. لك يا بنتي الرجال ما بينمسك الا اذا صار عنده ولد، وابني ما رح يصير معه فرنك اذا ما صار عنده ولد. فهميني. فهمانتك مرتاح. والله فهمانتكم، بس انتو كمان فهموني. لا تضغطوا علي مشان الله. شو بكي حنون؟ لا ما في شيء. شلون ما في شيء؟ شوفي وشك شلون تعبان. امبارح ما نمت منيح. حنان لا تكوني حامل. لا ماني حامل. عملتي تحاليل؟ عم قلك ما في شيء. بعدين الحمل ما بيبين. طبعا بيبين، معناتها شوية تعب وبيروح. لا تقلقي. ولا يهمك، طمنيني عن صحتك. تعبانه حاسه حالي رح انهار. حنان لازم تغذي منيح، لازم تدفي، ضروري كثير تدفي وتاكلي. لا تاكل همي. اسماعيل عندك؟ لا. علاء ممكن تقول له لاسماعيل اني بحبه، بحب ابني كتير.
بحب انه هو يحب كمان ابنه، وما رح اجيبه حتى اشوف لمعة الفرح بعيون اسماعيل. ممكن تقول له انه انا كثير كثير تعبانه. طيب الحل وانتي بخير. معقول ما تحكي معاه؟ والله ما بعرف، ما بعرف شو بدي اقول له. يا رجل وضعك كثير تعيس، ما سمعتها؟ حكي بيقشعر البدن. بين عليها زعلانة فعلا. زعلانة؟ رح اطق. اسمع اسماعيل، هذا بيأثر على الولد. ها طيب خلص خلص، بكره بمرق على بيت اهلها وباخذها وبنرجع للبيت. امري لله. ما بقدر اطلع بعيون حناني اذا زعلت، ولا بقدر على زعلها. يلا سيدي، ولد ولد. شو عليه؟ ايه هيك ها؟ فردها. كانه يعني شيء حلو ان الواحد يكون اب. حلو؟ حلو كثير. نسينا الشاي على النار، بتكون نشفت المي. مساء الخير. أهلين. أهلين بابا. شو لساتكم سهرانين؟ قلبي كان محسسني انك رح تجي اليوم. شو يا اسماعيل؟ هذا اخوك علاء عم يقنعك انه تبقى عنده وتتركنا منك بابا؟ معقول اترككم؟ ولا اشتقت للعزوبيه؟ والله اذا بدك الحقيقه الواحد مشتاق. ليش لا؟ ليش كذب؟ ماما الله يخليك، روح رجع حنان وخلينا نرجع مثل ما كنا، والله ما عاد تهنينا بشيء. عمرك مسعيد؟ خلص المسا رح جيب حنان وبنبلش نفصل الديارة. يا ستي تحت أمرك. روح الله يرضى عليك، ما حرمتني شوف ابنك قبل ما موت. ومن جهة الديارة لا تخاف، تقريبا صارت جاهزة. ايه وأنا جده شو بدي أعمل؟ انت رح تعطي اسمك للولد. وإذا بنت؟ اسم أمي. لا نحن أسماءنا قديمة، بعدين بتزعل ندى. ماما ما بتطلعي بلا فطور؟ ما جاي على بالي. ماما ماما الله يرضى عليكي، انتي حملك صعب كتير، مو ضروري تروحي على المدرسة اليوم، خدي اجازة. ما فيني شي ماما، خلص. شلون ما فيك شي؟ شوفي وشك شو مصفر. خلص اطمني، اذا حسيت حالي تعبانة باخد اذن وبرجع فورا. طيب يلا بخاطري. الله معك حبيبتي. غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون، حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. لا تفضلي. لا والله تفضلي. عم نحلى صوتك بابا، تعرفين؟ شكرا بابا، اليوم بتجيبها لحنان. اي والله القهوه ما لها طعمه من دونها. اي ماما بدي روح معها. كلنا بنروح. يا على بيتها الاحمر. يا حنان بتستاهل، موجبه وبتحبنا كلياتنا وحلوه كمان. المهم اذا اجى ولد رح سميه فادي. فادي؟ شو الاسم هاد؟ تخيلي واحد مثلا عمره 50 سنة وعم ينادوا له فادي. معقولين؟ انت ما دخلك على كيفي. طبعا اذا حنان ما وافقت منغير الاسم. طيب واذا اجت بنت؟ الموضوع محسوم، ما بده اي نقاش، منسميها ندى. ساعدوني.
شو؟ حنان صار مع نزيف بأي مشفى؟ جاية فورا. ألو، أهلين، دكتور إسماعيل؟ بعتقد هو المحاضرة. إيه طبعا المحاضرة. لحظة لحظة لحظة، أشوف لك برنامج. يا سيدي بالمحاضرة. شو هالحكي؟ الله يشفيها الله يشفيها. ايه طبعا طبعا راح نبلغه فورا. مع السلامة. تفضل. امر دكتور. يا فتحي انزل على قاعة الثالثة وبلغ الدكتور اسماعيل انه مرته اخذوه اسعاف على المشفى، وقل له كمان انه هي مخطرة. حاضر دكتور. شو على طمن؟ المدام بخير. والولد؟ للأسف ما قدرنا نثبته، المدام أجهدته. آسف. ممكن تستنوا بالغرفة 104 لحتى تسحب من البنج؟ يلا تفضلوا يا جماعة تفضلوا. من السبب؟ أنت مالك علاقة؟ هي حملة كانت صعبة شوي. لا لا، أنا السبب. أنا كان بدي إياه بس يعني يجوا في عند أهله بيت على قليل أوضة. أنا السبب، رح سأل حالي أبدا. مالك علاقة، أنا حملي كان صعب وما درت بالي على حالي. أنت سامحني وحبني ولا تتركني أبدا، حتى إذا رحت لعند علاقة خدمي معك كمان على رفيق أخي. بحب روح معك لعنده واسمعه موسيقى. اسمعني، الله يخليك لا تبعد عني. I'm